الحديث مشاهدينا الكرام أكثر عن هذا التوتر المتصاعد في بحر الصين الجنوبي، وذلك في ظل مناورات بوسم الرسائل المتبادلة بين الصين وأمريكا. معنا عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية أستاذ عبد الوهاب القصاب. مرحبا بكم أستاذ عبد الوهاب معنا. إذن تتصاعد هذه الأزمة، حياكم الله. إذن تتصاعد هذه الأزمة أستاذ عبد الوهاب بين الصين وأمريكا بعد المناورة الصينية، والتي تبعتها طبعا مناورات مشتركة أمريكية مع الفلبين. كيف تجدون هذا التصعيد في ظل حديث عن انتهاك مبدأ وحدة الصين؟ الموضوع ملتبس يعني إلى حد ما. أن الولايات المتحدة حقيقة تعترف بأن الصين واحدة، ولذلك فإنها عمليا ألغت اعترافها بالصين الوطنية صين تشين كاي تشكي، لكنها أخذت تعهدا من الصين أن تبقى هذه الجزيرة مستقلة، أن لا يتم التدخل من جانب الصين عسكريا فيها. ولذلك فإن يعني أي تهديد عسكري من الصين حيال تايوان يعتبر يعني إخلالا بالاتفاق الجنتلمان الذي أجري بين البلدين. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، الولايات المتحدة تعتبر أن كل مسطح المحيط الهادي هو ساحة لعملياتها، قاتلت فيها في الحرب العالمية الثانية، قدمت فيها تضحيات، ولها فيها حلفاء. يعني جنوب المحيط الهادي أستراليا انضمت إليها، نيوزيلندا احتمال تنضم إليها، الفلبين حليفة، اليابان حليفة، كوريا الجنوبية حليفة. ولهذا فإن الحديث عن اشتباكات صينية أمريكية سابق لأوانه كثيرا، ولا أظن أن أي من البلدين راغبون في أن ينهمك في مواجهة أو مجابهة مباشرة. لكنه الموضوع الغير مباشر لا يزال مفتوحا، أي أن فيما إذا حاولت الصين الدخول إلى تايوان، هنا تبدأ مشكلة تشبه مشكلة تدخل روسيا في شرق أوكرانيا تحت ذريعة هؤلاء، تحت ذريعة المناطق الروسية، وهنا تحت ذريعة الصين واحدة. المواطنون تايوان مواطنون مدربون من الدرجة الأولى، وهم بقايا حقيقة، هم أحفاد الصين الوطني، جيش الصين الوطني القديم الذي دحره تشانكايشيك. يعني الذي كان يقوده تشانكايشيك، والذي دحره ماو تسي تونغ وأجبره على العبور إلى تايوان. هؤلاء يعني أولا يتمتعون بمستوى عالي جدا من الحياة المعاشية، مستوى عالي جدا من التدريب، بلد صناعي حقيقة من الدرجة الأولى. السيمي كوندكترز والمايكرو تشيبس هي المكان الذي تصنع فيه، وأن أظن أنه اتخذت إجراءات بعد التهديدات لنقل جزء منها إلى مكان آخر. من هنا فيما إذا تورطت الصين وعبرت إلى تايوان لن يكون الأمر سهلا بالنسبة لها. يعني كما تصور بوتين أنه سيحسم بأسبوع، الصين لا تستطيع أن تحسم بأسبوع، وهي تعلم أنها لا تستطيع أن تحسم بأسبوع. ولذلك أظن أن التدخل العسكري في هذه المرحلة بالذات بعيد المنال. ولكن هذه الزيارة دكتور أستاذ عبد الوهاب، هذه الزيارة تسمعوني أستاذ عبد الوهاب؟ زيارتهما ويعرفان نمط العلاقات فيما بينهما، وطريقة التفكير الصينية المعروف عنها التي تتمتع يعني طول الأنات العقلانية لن تميل حقيقة، لن تميل إلى المجابهة العسكرية، لكنها لن تكل ولن تمل عن عرض قدرات وإمكانات. هذا هو الموقف. نعم. هل ترى في زيارة رئيس تايوان إلى لوس أنجلوس ولقاء رئيس مجلس النواب أيضا، هل تراه استفزازا متكررا يعني للصين أيضا بعد زيارة بيلوسي؟ يعني هكذا ترى الصين بأن هذا هو تصعيد واستفزاز لها، هل تراه فعلا استفزاز؟ ولماذا هذا التوقيت يعني في هذه الزيارة؟ هو حقيقة استفزاز للصين. الصين تشعر بأن هذا الجزء من الأرض، هذه الجزيرة هي جزيرة صينية. نعم. تقبل على مضض أن يعيش عليها سكانها، كما قبلت على مضض في أن تبقى تايوان هونغ كونغ مثلا 100 عام مستعمرة بريطانية، أو الوجود البرتغالي القريب،
الذي كان قرب هونغ كونغ. من هنا يعني أظن أن الصين لن تتورط في هذه المرحلة في تدخل مباشر، لكنها ستستمر تبعث الرسائل التي تؤكد أحقيتها بتايوان، وأنها تعتبر ما تم من زيارة على مستوى الدولة لرئيس أو رئيسة جمهورية تايوان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا بودي أن أشير أنها لم يتم الترحيب بها رسميا كرئيس، هذه نقطة أيضا يمكن أن ترضي الصين إلى حد ما. وأن الاجتماع الذي تم بين يعني مكارثي وبينها هو اجتماع عمل، اجتماع تشاور، لم نجدها في البيت الأبيض، لم نجدها في العاصمة، اختيرت سان فرانسيسكو مكانا للقاء. هذه أمور كلها يعني تدخل على خط العلاقات بين البلدين، وأن كل منهما يعرف قدرات الآخر، وأن كل منهما على ما أظن يتحاشى الصدام في هذه المرحلة. الولايات المتحدة حقيقة لن تكل عن الدفاع عن موقعها وأوليتها كما ترى، نعم. وتجد في بعض الإجراءات الصينية أيضا بالمقابل إجراءات استفزازية لها، لكن هنالك كم هائل من الاعتماد المتبادل بين الطرفين، اعتمادية متبادلة بين الصين والولايات المتحدة. ولا أظن أن هذه المرحلة بالذات إذا ما تحدثنا عنها، وبعد الخبرة التي رشحت من حرب أوكرانيا، وبعد التورط الروسي الحقيقي في أوكرانيا، وبعد النزيف الذي يقدمه الناتو دفاعا عن أوكرانيا، لا أظن أن الساحة مؤهلة حاليا لصدام. ينبغي أن يخمد صدام أولا لكي يتم بعد صدام آخر بعد ذلك. حتى لا قدرة تطور. الولايات المتحدة الاستراتيجية التي كانت تشير إليها بأنها بإمكانها الانهماك بحربين على مستوى عالي في نفس الوقت مع وجود جهد احتياطي، أظنها لم تعد موجودة حاليا. نعم، في آخر دقيقة أستاذ عبد الوهاب، حتى لو تطور الأمر وإذا تحدثنا عن حرب بالوكالة كما يحدث في ظل تجربة أوكرانيا، هل تعتقد أن حلفاء أمريكا، جيران الصين الآن، اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين، يعني قادرين على مواجهة مع الصين؟ بالتأكيد لو أرادوا، بالتأكيد. يعني خذ التاريخ، طبعا أقرب تهديد للصين هو التهديد الياباني. اليابان إذا ما تم تحويلها إلى الإنتاج الاستراتيجي والحربي في وقت قصير ستكون قوة عسكرية من الدرجة الأولى. اليابان هي التي احتلت الصين، والصين لم تحتل اليابان. اليابان مجربة في حرب تقليدية في الحرب العالمية الأولى، رغم أنها بحرية وبرية، رغم أنها خسرتها، لكنها في مرحلة من المراحل نجحت في أن تصل إلى سنغافورة. يعني إذا هنا نحن يعني كل هذه العوامل تشير أو إلى أن ليس في الإمكان في هذه المرحلة توقع أو تصور وجود صراع مباشر بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، والصين ومن هم حلفائها في هذه المرحلة، هذا سؤال مفتوح. من روسيا؟ روسيا متورطة. من؟ لا أحد آخر. لا أحد آخر. حتى فيتنام، البلد الذي قاتل أمريكا، الآن هو أحد أصدقاء أمريكا وعضو في الآسيان، ولديه مشاكل ولديه خبرة حرب مع الصين بعد انسحاب الأمريكان. إذن هنا يعني هذه الدول أيضا، دول الآسيان واليابان مضافا لها اليابان، ونذهب بعيدا إلى أستراليا وإلى نيوزيلندا، هذه الدول تخشى من هيمنة صينية متوقعة إذا ما أطلقت يد الصين وحدها في المحيط الهادي. ومن هنا أنا أعتقد أن حالة من التوازن سيصل إليها الطرفان، أساسه هو التفاهم المصلحي الذي هو واضح. حقيقة أيقونة العلاقات الصينية الأمريكية منذ وقت طويل. شكرا لك عبر سكايب من واشنطن، زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الأستاذ عبد الوهاب القصاب.